تعرف ان البطريق هو اكتر كائن كئيب في العالم، وده السبب انه من اول ما بيخرج من البيضه لحد ما يوصل لسن البلوغ بيعيش حياه كلها شقه ومخاطر. انثى البطريق بتبيض بيضه واحده بس كل سنه بدرجه حراره تحت الصفر، وبغض النظر عن ان البيضه ممكن تتجمد في التلج والجنين يموت، الاب والام لو غابوا عن البيضه لحظه واحده بس ممكن اي طائر مفترس يهجم عليها. واول ما بتفقس بيضه البطريق بيفضل برضه في اوردر المخاطر من الطيور المفترسه. لما بيكبر ويوصل لسن البلوغ بينزل البحر يعتمد على نفسه عشان يجيب الاكل بتاعه، بس ممكن ما يرجعش لانه ممكن يلاقي في طريقه اسماك القرش وكلاب البحر، ده غير انه ممكن يموت بسبب شده البروده كمان. فلو في حد تعرفه وقال لك انا تعيس قول له مش هتعس من البطريق.